ياسمين بنشكرك وبنحييكي، بس عايزه اعرف منك انت موهبتك بقى بدات من امتى؟ ازاي قدرتي تنميها؟ موهبه العزف طبعا هي بادئه من المدرسه، بادئه من زمان قوي. طبعا كان في ورا البدايه طبعا، يعني حب الاله نفسه جه من مايسترو كبير اللي هو حب استاذي طبعا اللي علمني كل ده. بعد كده جيت انا بقى لما دخلت الجامعه وكده حبيت ان انا اطور نفسي، يعني اللي هو اسمع حاجات كتير، اللي هو يعني اخد خبره برضو، وفي نفس الوقت استاذي ما سابنيش. بعد كده اتقابلت طبعا بفرقه الجامعه طبعا، شاركت معاهم في حاجات كتير وطلعت مسابقات ونجحت فيها الحمد لله. ده كان داعم كبير ليا طبعا ان انا اكمل الحمد لله. بعد كده بعد ما اتخرجت يعني كملت الطريق ودخلت بقى حفلات احتفالات وحاجات كتير الحمد لله برضو نجحت فيها وكده، لحد ما وصلنا هنا. ولسه يعني لسه مجال الموسيقى مفتوح، اللي هو فيه تعليم يوم عن يوم طبعا. ده طبعا انا معايا حاليا اساتذتي دلوقتي اللي واقفين جنبي طبعا، دكتور عمرو ودكتور ضياء. طبعا ده دلوقتي الاساس اللي معايا. متخيله هم مبسوطين بيكي ازاي؟ ربنا يبارك فيهم يا رب طبعا. طيب دكتور ضياء، يعني طبعا ياسمين لما قابلت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبت انها تعزف قدامه، هي كانت ساعتها طلبها ان هي كانت عايزه تنضم ل فرقه الموسيقى العربيه، لكن انتوا تواصلتوا مع ياسمين وحققتوا لها كمان اللي هي كان نفسها فيه. احكي لي عن اللحظه دي والقرار ده جه يعني انطلاقا من ايه؟ هو طبعا عشان نحق الحق برضو صاحب الفرصه في دي والدافع ده دكتور عمرو مرسي طبعا. هو كان متواجد طبعا في وقت الحدث ده على الممشى، وكان طبعا اتفاجئ ان ياسمين جايه وعايزه تعزف وبتاع، فمجرد ما هو شافها وابدت رغبتها ان هي تشارك لفريق الموسيقى العربيه، فهو قال لا احنا ايه. طبعا الموسيقى العربيه طبعا جميله جدا وكل حاجه، بس هي اصلا خريج جامعه المنصوره، واللي عرفت طبعا عنها كانت حضرت ماجستير وناقشت، يعني ما شاء الله ماجستير في مجال الموسيقى اللي هو ربط مجال المسرح في الادب الانجليزي بالمؤثرات الصوتيه الخارجيه عشان اربط تبقى الموسيقى مدعومه بعلم يعني طبعاً. او بالدراسه. فياسمين ما شاء الله يعني روحها واحاسيسها ومشاعرها كلها فنيه جميله، سواء فنون تشكيليه او سواء جداً. موسيقيه. فطبعا دكتور عمرو طبعا البركه فيه زي بنسميه دايما ايه المغناطيس، يعني ما شاء الله عليه عنده كده فكره انه او مجربه بيشوف حد بيبقى عارف الشخص ده قدراته ايه ممكن يطلع منه ايه. بيقول عليه كشاف المواهب. مظبوط بالظبط بالظبط، يعني ما شاء الله عليه. يعني الدكتور ضياء متواضع، وطبعا دي مسؤوليه. الكلام اللي بتقوله يعني اختنا الغاليه والفنانه الجميله ياسمين دي مسؤوليه يا رب نكون قدها، يعني بنتمنى ان احنا نكون قدها ان شاء الله باذن الله. واحنا انا قلت لها خلاص يا ياسمين، يعني احنا النهارده بنقول ممكن. هي ياسمين بتقول انا عايزه انضم لفريق الموسيقى العربيه، واحنا النهارده بنقول لاي فريق موسيقى عربيه ممكن. ياسمين تقدر وغير ياسمين، وهي شاركت. وعايز اقول لحضرتك ان هي عملت يعني بروفا في وقت قياسي يعني جدا. احنا عملنا بروفا واحده على فكره. صحيح صحيح بروفا واحدة. صحيح ما شاء الله. يعني احنا مش بنقول ممكن هي يا دكتور، احنا اثبتنا انه ممكن. احنا شايفين ده بيحصل ممكن اهو قدامنا. وبيحصل يا فندم. صحيح وبيحصل. ويعني هي قعدت وسط الفريق، واحده من الفريق اللي بيتدرب على طول مع بعض وبيعمل بروفات، والحمد لله. يعني بنتمنى ان احنا نقدر نقدم لياسمين اللي هي محتاجاه فعلا ان شاء الله باذن الله، ولكل اولادنا بقى الشباب في الفريق ان شاء الله باذن طبعاً الله. طبعا اكيد. طب ياسمين انت شايفه ان انت محتاجه ايه؟ انا محتاجه ان انا يعني اشارك في حفلات اكتر. يعني هي مشكله مثلا يعني المنصوره بتبقى الاحتفالات بسيطه، مش زي طبعا احتفالات القاهره وكده. فانا يعني محتاجه ان انا انزل اتمرن اكتر، اشارك في احتفالات اكتر. وطبعا شرف كبير ليا ان انا ابقى موجوده في نطاق الاوبرا. انا ما عنديش يعني اي مشكله في ان انا مثلا تعالي هاجي حالا، ما عنديش مشكله والله لو ايه حصل. يعني انا بالنسبه لي الحمد لله حب الموسيقى طاغي على كل حاجه. يعني انت طلبك اهو دلوقتي، انت على شاشه القناه الاولى وبرنامج التاسعه، وكل الناس تسمعك، وان شاء الله ان شاء الله يعني كل طلبتي هيتحقق.